مش عارفه فين ده. لا راحت تشوف من هناك. الامتحان كان عامل ازاي؟ الامتحان حلو بس اللي احنا خايفين منه ان احنا ما بنلاقي النتيجه غير الامتحان خالص. يا في اي سؤال خرج بره المنهج بقى؟ لا 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 بالعكس كنا جوه المنهج والاسئله كويسه. تعالى بنتي خلينا كده على الامتحان. الامتحان حلو جدا يا بنت. في اي سؤال جه عن السياسه؟ لا 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 خالص خالص. استاذ طالب انت مع اي كويس جدا هو الامتحان معاك. استاذ طالب لا لا الامتحان كويس وكل حاجه كويس كله. لا 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 ما كانش عندك اي مشكله في اي سؤال؟ لا 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 خالص ولا بلاغه ولا نحو ولا حاجه. الاسئله كلها كانت جايه من المنهج وكانت جايه كويسه. ربنا يوفقك. الأسئلة سهلة. مستوى كل الطلبة. الأسئلة سهلة ومستوى الطالب متوسط. مفيش حاجة للطالب في حاجات صغيرة كده سؤال في النحو كده بسيط جدا. جاب لهم حاجات قبل كده يعني. اللي هو السؤال كده. سؤال بيقول لهم كن صريحا لا منافقا. جاب لهم حرف عطف المفروض اللي بعد حرف العطف يكون زي يتبع ما قبله. جاب لهم كمان فائل السببية بتبقى غريبة شوية على الطالب يعني. هم النقطتين بس لكن الموضوعات اللي جايه كلها موضوعات متوقعه كلهم كتاب مدرسه يعني. وفيها كلها معظمهم كتاب مدرسه كلهم داخل كتاب مدرسه جايب حتى موضوعات التعبير مش غريبه على الطالب. الطالب درسها في اولى وفي ثانيه يقدر يتكلم عنها بسهوله يعني. تقييم حضرتك النهائي للامتحان تقييم حضرتك الامتحان النهائي يعني والامتحان عموما امتحان سهل سهل. مستوى الطالب السهل في مستوى الطالب المتوسط من داخل كتاب متوقعه واسئله عاديه الطالب اللي مذاكر هيجاوب كويس او شكرا.